عطا و فكر هذا طول قوت يوم بس هاي كلنا عمر 16 سنه واحده ما تن عياته خمس بنات ولد ولد واحد منهم بس عمره سنه ما يجي بالسابع هذا ست كل يا ابو لنا طاقات يا اخي يا ابو لنا مراوح حرام عليهم يعني زي المدارس هذه جابوا هذا اليوم هذه جابوا مراوح معنا البصمه وبعدين وبعدين ما بتكفيش يا عم يا ابو لنا نقدي معي بنتي بياتت من هذا سوء التغذيه احنا راح نعيش الغلاء هذا غلاء علينا كلنا ونقدر نعيش الا بقوه ربي انا لا تقول لك وجبه واحده في اليوم يمكن وجبه واحده والله الحمد لله الحمد لله لكن نقول الحمد لله واما الاكل ولا والمواد الغذائيه قصدي العلاجات هذه هذا العلاج حقهم حبوب حمر من هذه المهدئات هذا مقابل العلاج كله لا 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 اسمع يا اسطى لقب في ناس ايوه ما يلاقوا قليل اوه هات على عماري بنو هنا كلمتي مثل ما هذا كله حق ها تخزقها يلا اصحى مخيم يلا يلا حالة النازحين حالة صعبة أطفال من دون روح يعني عظام رجعت عظام من سوء التغذية لأنه ما فيش تغذية كيف الطفل بيرتاح أو إنه بينمو كزي أي إنسان ما فيش لأن سوء التغذية حاد عندهم كثير من الأطفال ماتت داخل المخيم وفي أمراض كثيرة منتشرة من سبة الحمى الضناء والملاريا وأكثر الأسهالات والطرش هذا تجي عند الأطفال تلوثات يعني والتغذية ما فيش بصراحة ما فيش تغذية داخل لأنه ما فيش دعم لو كان في دعم كان الطفل ما حصل له هذه الأشياء ورجعني عظمة Thank you.